بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم رنا محمد عبد الله، مدرس مساعد بكلية التجارة جامعة القاهرة. هنشرح مع بعض النهاردة الفصل الثاني من رياضة الأعمال، من مادة رياضة الأعمال. الفصل الثاني بيتكلم عن المصفوفات. شرحنا في الفصل الأولاني المحددات، هنتناول النهاردة مع بعض المصفوفات. هنعرف مع بعض تعريف المصفوفات وأنواعها، جبر المصفوفات، هناخد جمع والطرح والضرب والقسمة. ثالث حاجة هنشوف حل استخدام المصفوفات في حل المعادلات. أول حاجة تعريف المصفوفات. المصفوف احنا كنا بنقول في المحددات هي عبارة عن مجموعة من الأعمدة، عبارة عن مجموعة من الأعمدة والصفوف، بس يشترط ان يكون عدد الأعمدة بيساوي عدد الصفوف. هنا نفس الكلام، بس مش شرط ان عدد الأعمدة يساوي عدد الصفوف. فبنقول ان المصفوفة عبارة عن مجموعة من الأرقام أو القيم مرتبة في شكل صفوف وأعمدة، ولا يشترط أن يكون عدد الصفوف متساوي مع عدد الأعمدة، ويتم وضع هذه الأرقام بين قوسين، ولا يكون لها قيمة مفكوكة، ويوجد بها عمليات رياضية جمع وطرح وضرب وقسمة اللي هي مقلوب المصفوفة. لكن في المحددات ما كانش فيه عمليات رياضية، يعني ما كناش بنجمع ولا بنطرح ولا بنضرب ولا بنقسم ولا بنجيب مقلوب المحدد. لكن في المصفوفات بتختلف عن المحددات، ان هي في المحددات كان لازما عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمده، هنا في المصفوفات لا يشترط ان يكون عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمده. في المحددات ما كانش في عمليات رياضيه زي جمع وطرح وضرب وقسمه، لكن هنا في المصفوفات في جمع وطرح وضرب وقسمه. اول حاجه هنشوف مع بعض انواع المصفوفات. أول حاجة المصفوفة المربعة. يعني إيه مصفوفة مربعة؟ يعني عدد الصفوف بتساوي عدد الأعمدة. يبقى المصفوفة المربعة يعني عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة. يعني لو عندي زي المصفوفة اللي قدامي دي، لو عندي عمودين أدي واحد أدي اتنين، يبقى عندي صفين أدي واحد أدي اتنين. نفس الكلام هنا، أدي واحد اتنين تلاتة، يبقى أنا عندي تلات أعمدة، يبقى لازم يكون عندي تلات صفوف. دي في المصفوفة المربعة، واحد اتنين تلاتة، دي كده اسمها المصفوفة المربعة. تاني حاجة مصفوفة الواحد الصحيح، وهي المصفوفة اللي جميع عناصرها أصفار ما عدا عن القطر الرئيسي، وده بيكون عبارة عن واحد. يبقى المصفوفة الصفرية، المصفوفة الوحدة سوري، بتبقى عبارة عن كل الأرقام اللي فيها أصفار ما عدا عن القطر الرئيسي هو اللي بواحد. يعني زي ما احنا شايفين هنا المصفوفة اللي قدامنا ديت القطر الرئيسي فيها واحد، لكن بقية الأرقام أدي صفر وصفر. نفس الكلام لو مصفوفة بتتكون من ثلاث صفوف وثلاث أعمدة، فدي القطر الرئيسي فيها هو واحد وبقية الأرقام إيه؟ أصفار. دي اسمها مصفوفة الوحدة. بعد كده المصفوفة القطرية، وهي مصفوفة جميع عناصرها أصفار ما عدا القطر الرئيسي بيبقى أرقام. يبقى المصفوفة الوحدة جميع العناصر أصفار ما عدا عن القطر الرئيسي واحد، أما المصفوفة القطرية بيبقى جميع عناصرها أصفار ما عدا عن القطر الرئيسي إيه؟ أرقام. بعد كده المصفوفة الصفرية، وهي المصفوفة اللي جميع عناصرها أصفار. يبقى احنا دلوقتي خدنا المصفوفة المربعة يعني عدد الصفوف فيها بتساوي عدد الأعمدة، وخدنا مصفوفة الوحدة اللي بيكون فيها جميع الأرقام فيها أصفار ما عدا عن القطر الرئيسي واحد، ومصفوفة الأرقام وبتبقى مجموعة جميع العناصر اللي فيها أصفار ما عدا عن القطر الرئيسي أرقام، ومصفوفة الصفرية وبيكون فيها جميع العناصر أصفار. أما المصفوفة الغير مربعة بقى، فهي المصفوفة اللي بيكون فيها عدد الصفوف لا يساوي عدد الأعمدة. فمثلا هنا أدي ده صف واحد، لكن متكون من كام عمود؟ أدي واحد أدي اتنين، من عمودين. هنا متكون من عمود واحد، لكن من كام صف؟ أدي واحد اتنين تلاتة، تمام كده؟ نفس الكلام هنا، دي مصفوفة متكونة من ثلاث صفوف، أدي واحد اتنين تلاتة، لكن من عمودين اتنين، أدي واحد أدي اتنين، دي المصفوفة الغير مربعة. برضو هنا متكونة من صفين اتنين، أدي صف أدي التاني، ومتكونة من ثلاث أعمدة، أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة. يبقى احنا عندنا المصفوفة المربعة إن عدد الصفوف بتساوي عدد الأعمدة، لكن المصفوفة الغير مربعة يبقى معنى كده إن عدد الصفوف لا تساوي عدد الأعمدة. دي كده أنواع المصفوفات اللي عندي. نيجي نشوف بقى إزاي بعمل جمع والطرح وضرب وقسمة المقلوبة. بيقول لك
جمع وطرح المصفوفة، شرط الجمع والطرح أن يكون عدد أعمدة وصفوف المصفوفة الأولى يساوي عدد أعمدة وصفوف المصفوفة الثانية، يعني لازم أن تكون المصفوفة دي مربعة، يعني عشان خاطر أقوم بعملية الجمع والطرح، الجمع والطرح بس، لازم أن يكون المصفوفة اللي قدامي مربعة. يعني إيه مربعة؟ يعني عدد صفوف الأولانية، يعني أن يكون أعمدة وصفوف المصفوفة الأولى يساوي عدد أعمدة وصفوف المصفوفة الثانية. يبقى مش شرط أن يكون مربعة، بس أهم حاجة أن يكون عدد أعمدة وصفوف المصفوفة الأولى يساوي عدد أعمدة وصفوف المصفوفة الثانية. تاني حاجة، في طرح وجمع المصفوفة يتم جمع وطرح العناصر المتناظرة، أي يتم جمع أو طرح كل عنصر من عناصر المصفوفة الأولى مع العنصر المقابل لها في المصفوفة الثانية. يعني كل عنصر بنشوف المقابل ليه ونروح طرحينه مع بعض أو جمعينه مع بعض حسب المطلوب. يبقى أنا عندي دلوقتي عشان أطرح أو أجمع مصفوفة عندي شرط أساسي إن يكون عدد الأعمدة في المصفوفة الأولانية بيساوي عدد الأعمدة في المصفوفة الثانية، وعدد الصفوف في المصفوفة الأولانية بيساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية. بعد كده الآلية بتاعة الجمع والطرح، أنا باخد كل عنصر مقابل للعنصر في المصفوفة الأولى، أشوف العنصر المقابل ليه في المصفوفة الثانية وأقوم بالعملية المطلوبة، وده هيبان في الحل. نشوف مع بعض. عندي مصفوفة بيقول لي أوجد حاصل جمع المصفوفتين الآتيتين أ، المصفوفة أ عبارة عن 3 و5 وسالب 1 و6 واتنين وسالب 8، والمصفوفة ب عبارة عن 1 و4 و2 و5 و3 و6. علشان يقول لي أوجد حاصل جمعهم، أو يقول لي أنا عاوز أ مصفوفة أ زائد المصفوفة ب، فهقول له أنا دلوقتي لازم أتأكد إن عدد الصفوف بتوع المصفوفة الأولانية نفس عدد صفوف المصفوفة التانية. المصفوفة الأولانية بتتكون من كام صف؟ أدي 1 أدي 2، وهنا أدي المصفوفة التانية بتتكون من أدي صف أدي التاني. طيب المصفوفة الأولانية بتتكون من كام عمود؟ أدي 1 أدي 2 أدي 3، يبقى لازم المصفوفة التانية بتتكون من كام عمود؟ من 3 برضو أعمدة، أدي 1 أدي 2 أدي 3. يبقى دلوقتي الشرط الأساسي في الجمع أو الطرح لازم عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى يساوي عدد الأعمدة في المصفوفة الثانية، وعدد الصفوف في المصفوفة الأولى يساوي عدد الصفوف في المصفوفة الإيه؟ الثانية. طيب نجمع إزاي بقى؟ أ زائد ب بيساوي، أنا عندي دلوقتي المصفوفتين أهم، العنصر الأولاني هنا 3، فين العنصر المقابل ليه في المصفوفة ب؟ يبقى أول عنصر برضو في الصف الأولاني اللي هو 1، يبقى هو يبقى أول رقم عندي في المصفوفة الجديدة هيبقى عبارة عن 3 زائد 1. طيب عاوز الرقم التاني اللي هو ده، هيبقى سالب 1 زائد 2، سالب 1 زائد 2. طيب العنصر الثالث اللي هو ده 2، يبقى 2 زائد 3، يبقى 2 زائد 3. نتنقل على الصف اللي بعده عشان أكون الصف الثاني في المصفوفة الجديدة، باخد كل عنصر من الصف الثاني في المصفوفة اللي احنا بنجمعهم ونجمعهم قصاد بعض، 5 زائد 4 ده أول عنصر، ثاني عنصر 6 زائد 5، ثالث عنصر سالب 8 زائد 6، سالب 8 زائد 6 هيديني المصفوفة الجديدة. يبقى تاني أنا عشان أجمع مصفوفتين أول حاجة أنا بتأكد إن عدد الأعمدة هنا بتساوي عدد الأعمدة هنا، وعدد الصفوف هنا بيساوي عدد الصفوف هنا. بعد كده أنا باجي أكون المصفوفة الجديدة لازم بتطلع لي برضو عدد صفوفها بيساوي عدد صفوف المصفوفات القديمة، وعدد أعمدتها بيساوي عدد أعمدة المصفوفات القديمة. طيب هجمعهم إزاي؟ بمشي صف صف، بمشي صف صف، فنيجي مع بعض للصف الأولاني. هنا أول صف هو أخد أول رقم فيه يبقى 3 زائد 1، 3 زائد 1، تاني رقم في الصف الأولاني سالب 1 و2 يبقى سالب 1 زائد 2، تالت رقم 2 يبقى 2 زائد 3، 2 زائد 3. كده أنا خلصت الصف الأولاني. نتنقل على الصف التاني، 5 زائد 4 يبقى 5 زائد 4، 6 زائد 5 يبقى 6 زائد 5، آخر رقم سالب 8 زائد 6، سالب 8 زائد 6. أخلص الأرقام ديت أجمعهم، 3 زائد 1 هيديني 4، أروح حطها الرقم الأولاني، سالب 1 زائد 2 هيديني 1، 2 زائد 3 ب5 ادتني 5، أمشي الصف التاني، 5 زائد 4 هيديني 9، 6 زائد 5 هيديني 11،
سالب 8 زائد 6 هيديني سالب 2، يبقى دي المصفوفة الجديدة الناتج عن جمع مصفوفة ألف زائد مصفوفة ب. بعد كده لو عندي مصفوفة ألف عبارة عن 3 و2 و6 و8، ومصفوفة ب عبارة عن 4 و3 و3 و1، عاوز أجيب مصفوفة ألف ناقص المصفوفة ب. اللي عملناه في الجمع هنعمله في الطرح، فروح قايلة المصفوفة ألف ناقص المصفوفة ب بيساوي، رحت حاطة المصفوفة ألف لأن هو بادئ بألف فحطيت المصفوفة ألف ناقص المصفوفة ب. لو هو قال لي المصفوفة ب ناقص المصفوفة ألف فهحط المصفوفة ب الأول وبعدين أقول ناقص المصفوفة ألف على حسب ما هيطلب مني. أنا ببدأ أحسب هنا إن المصفوفة ألف ناقص المصفوفة ب، فهنزلت المصفوفة ألف الأول وبعدين حطيت إشارة ناقص المصفوفة ب. زي ما قلنا مع بعض أنا بمشي صف صف، فنيجي للصف الأولاني هنا متكون من 3 و6 و4 و3، فهمشي هاخد أول رقم والرقم المقابل ليه، يبقى 3 ناقص 4 إداني أول رقم 3 ناقص 4. الرقم الثاني في الصف الأولاني 6 ناقص 3، يبقى أحط في المصفوفة الجديدة 6 ناقص 3. أتنقل للصف الثاني، عندي الصف الثاني 2، يبقى 2 ناقص 3، 2 ناقص 3. نيجي للعنصر اللي بعده في الصف الثاني 8، يبقى 8 ناقص 1، 8 ناقص 1، وأبدأ أحل المصفوفة، يبقى 3 ناقص 4 هيديني سالب 1، و6 ناقص 3 هتديني 3، وأتنقل للصف الثاني 2 ناقص 3 هيديني سالب 1، و8 ناقص 1 هيديني 7. تمام كده؟ الطرح والجمع زي بعض، بس هي الفكرة لإما هطرح لإما هجمع. نشوف مثال كمان، عندي مصفوفتين أهمت 3 و2 و6 و8، عاوز بلس زائد 4 و3 و3 و1، عاوز أجمع المصفوفتين دول مع بعض. نفس الكلام أنا بمشي صف صف، حطيت المصفوفتين أهم والإشارة اللي ما بينهم زائد، همشي صف صف. الصف الأولاني أول رقم فيه 3، يبقى هاخد المقابل ليه أول رقم في الصف الأولاني في المصفوفة الثانية، يبقى 3 زائد 2، يبقى 3 زائد 2 في المصفوفة الجديدة. نيجي للرقم الثاني في المصفوفة الأولانية في الصف الأولاني أهو 5، يبقى 5 زائد 3، 5 زائد 3، كده أنا كونت الصف الأولاني من المصفوفة الجديدة. أتنقل للصف الثاني 4 زائد 4، حط في المصفوفة الجديدة 4 زائد 4. العنصر الثاني 2 زائد 1، يبقى 2 زائد 1. أبدأ أجمع الأرقام عشان أحصل على ناتج جمعهم، 3 زائد 2 يديني 5، و5 زائد 3 8، 4 زائد 4 8، 2 زائد 1 3. تمام كده؟ نشوف مثال تاني على طرح المصفوفات. لو هو عاوز يطرح المصفوفتين دول نفس الكلام بالظبط، لازما أول حاجة أشوف أنا عندي دلوقتي المصفوفة دي بتتكون من كام صف، أدي واحد اتنين، يبقى لازما المصفوفة التانية تتكون من صفين، أدي واحد اتنين. طب المصفوفة دي بتتكون من كام عمود، أدي واحد اتنين، يبقى المصفوفة التانية لازما بتتكون من كام عمود، من اتنين برضو، أدي واحد اتنين. في الحالة دي أقول آه ينفع الطرح. نبدأ نطرح، همشي صف صف، أخد الصف الأولاني أول رقم فيه كام؟ 10، يبقى 10 ناقص 8، يبقى ده أول رقم في المصفوفة الجديدة في الصف الأولاني 10 ناقص 8. الرقم الثاني 15 ناقص 7، يبقى ده الرقم الثاني في الصف الأولاني في المصفوفة الجديدة 15 ناقص 7. نيجي للصف الثاني 12 ناقص 10، 12 ناقص 10. الرقم اللي بعده 8 ناقص 6، يبقى 8 ناقص 6. أبدأ أخلص، يبقى 10 ناقص 8 هيديني 2، و15 ناقص 7 هيديني 8، و12 ناقص 10 هيديني 2، و8 ناقص 6 هيديني 2. يبقى أنا لاحظ عندي هنا إن أنا في الجمع والطرح أنا بشوف كل عنصر
واخده مع العنصر المقابل لي. لو كنت بطرح هتبقى الإشارة اللي ما بينهم طرح، لو كنت بجمع هتبقى الإشارة اللي ما بينهم زائد. يبقى نركز مع بعض. يبقى أنا أول حاجة لما تجيلي مصفوفة عشان أجمعها أو أطرحها، أول حاجة أعملها إيه؟ أتأكد إن عدد صفوف المصفوفة الأولانية بتساوي عدد صفوف المصفوفة التانية، وعدد أعمدة المصفوفة الأولانية بيساوي عدد أعمدة المصفوفة التانية. اتأكدت من الحتة دي؟ تمام، أقول له آه خلاص، يبقى أنا ينفع أجمع أو أطرح المصفوفة. بعد كده بروح ماشية، كل عنصر باخده مع العنصر المقابل ليه، لو طرح بطرحهم من بعض، لو جمع بجمعهم من بعض، بجمعهم مع بعض. بعد كده أنا عشان أتأكد إن المصفوفة اللي أنا جايبها سليمة، يبقى برضو لازم يكون عدد صفوفها بتساوي عدد صفوف المصفوفات اللي أنا بجمعها. ديت بتتكون من كام صف؟ أدي واحد أدي اتنين. طب المصفوفة اللي أنا بجمعها بتتكون من كام صف؟ أدي واحد أدي اتنين. طب المصفوفة الجديدة بتتكون من كام عمود؟ أدي واحد أدي اتنين. يبقى المصفوفة القديمة بتتكون من كام عمود؟ أدي واحد أدي اتنين. تمام كده؟ نشوف مثال كمان. بيقول لي أنا عندي مصفوفة ألف عبارة عن 3 وسالب 1 و6 و2 و5 و4. عندي المصفوفة ب عبارة عن سالب 1 و0 و5 و3 وسالب 1 و4. عاوز يجيب المصفوفة أ زائد ب. هقول له المصفوفة أ رحت منزلاها 3 وسالب 1 و6 و2 و5 و4 زائد المصفوفة ب عبارة عن سالب 1 و0 و5 و3 وسالب 2 و4. أقول له بيساوي، أتأكد إن عدد الصفوف هنا بيساوي عدد الصفوف هنا. أدي 1 2 3، هنا يبقى لازما 1 2 3. عدد الأعمدة أدي 1 2، هنا عدد الأعمدة أدي 1 2، يبقى تنفع عملية الجمع. أبدأ أخد صف صف، هنمشي صف صف. أدي أول صف أهو 3 و2 وسالب 1 و3. 3 المقابل ليها السالب 1، أول رقم هنا في الصف الأولاني وأول رقم هنا في الصف الأولاني، يبقى 3 زائد 1. طب ما هي 3 لو حطيت زائد، طب ما ده بالماينس سالب 1، يبقى موجب في سالب بسالب، يبقى 3 ناقص 1. تاني حاجة الرقم اللي بعده 2 و3، يبقى 2 زائد 3. بعد كده نيجي للصف التاني، سالب 1 زائد 0، يبقى سالب 1 زائد 0. 5 زائد 2، بس هنا دي سالب 2، يبقى موجب في سالب يدينا ايه؟ سالب، يبقى 5 ناقص 2. بعد كده الصف التالي 6 زائد 5، 6 زائد 5. 4 زائد 4، ادي 4 زائد 4. ابدأ اجمع، يبقى 3 ناقص 1 يدينا 2، 2 زائد 3 يدينا 5، يبقى دي أول صف في المصفوفة الجديدة. الصف الثاني سالب 1 زائد 0 يديني سالب 1، 5 ناقص 2 يديني موجب 3، ده الصف الثاني في المصفوفة الجديدة. نيجي للصف الثالث، 6 زائد 5 يديني 11، و4 زائد 4 يديني 8. تمام كده؟ كده جمع المصفوفتين دول مع بعض. يبقى هي الحاجة الجديدة، بس أنا ركز، لما يكون بجمع هنا موجب في سالب واحد، موجب في سالب بيديني سالب، موجب لما هنا برضو جيت موجب وناقص اتنين، موجب في سالب بيديني سالب، وسالب في سالب بيديني موجب. نشوف المثال اللي بعده. هنا مديني أدي المصفوفة أ سالب 1 و6 و5 و4، المصفوفة ب سالب 1 و0 و5 و3 وسالب 2 و4 و3 وسالب 2 و4، المصفوفة ج عبارة عن 1 و1 و3 و7، المصفوفة د عبارة عن 1 وسالب 1 و0 و5 وسالب 3 و4 و2 وسالب 1 و3. عاوز اجيب اول مطلوب عندي، عاوز المصفوفة أ زائد المصفوفة ب، فاروح شايفة ادي المصفوفة أ وادي المصفوفة ب، نشوف هنا عدد الصفوف كام صف. ادي واحد ادي اتنين، طيب هنا ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. طب كده ينفع اجمعهم؟ لا ما ينفعش اجمعهم. فاقول له لا، لا يمكن اتمام عملية الجمع. ليه؟ لان هنا عدد الصفوف اتنين وهنا عدد الصفوف تلاتة، واحنا قلنا شرط للجمع والطرح ان عدد الصفوف بيساوي
عدد صفوف المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، وعدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد أعمدة المصفوفة الثانية. لو شرط من الشروط ده اختل بيه أو ما تحققش، يبقى لا تتم عملية الجمع أو عملية الطرح. فهنا في المصفوفة أ والمصفوفة ب، لو احنا خدنا بالنا هنلاقي المصفوفة أ بتتكون من صفين، لكن المصفوفة ب بتتكون من كام صف؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى في الحالة دي لا تتم عملية الجمع. مش هكمل بقى واشوف الأعمدة، لا، في شرط منهم ما توفرش خلاص، يبقى عملية الجمع مش هت ايه مش هتتم. نيجي نشوف تاني حاجة، عاوز المصفوفة أ زائد المصفوفة ج. طيب نطبق برضو فيها الشروط. المصفوفة أ بتتكون من كام صف؟ أدي واحد أدي اتنين. طب المصفوفة ج أدي واحد أدي اتنين، تمام. نشوف الأعمدة، أدي واحد أدي اتنين. طب المصفوفة ج أدي واحد أدي اتنين، أقول له لأ تمام، عملية الجمع هتتم عادي. أروح منزلة، أدي المصفوفة أ وأدي المصفوفة ج، والإشارة ما بينهم هو عاوز يجمعهم، أحط الإشارة ما بينهم زائد. نمشي نفس زي ما اتعودنا، هنمشي صف صف. نيجي الصف الأولاني أول رقم فيه سالب واحد، يبقى سالب واحد زائد واحد. تاني رقم فيه خمسة، يبقى خمسة زائد تلاتة. كده أنا كونت أول صف في المصفوفة الجديدة. نيجي لتاني صف، ستة زائد واحد، يبقى ستة زائد واحد. الرقم التاني أربعة زائد سبعة، يبقى أربعة زائد سبعة. نكون المصفوفة الجديدة، أخلص عمليات الجمع. سالب واحد زائد واحد هتدينا صفر، خمسة زائد تلاتة هتديني تمانية. ننزل للصف التاني، ستة زائد واحد هتديني سبعة، أربعة زائد سبعة هتديني حداشر. عشان أتأكد من حلي، أنا عندي هنا أدي صف وأدي صف، يبقى كده صفين، وأنا عندي المصفوفة الأساسية صفين، أدي واحد أدي اتنين، العمود أدي واحد أدي اتنين، ومصفوفات الجمع بتتكون من كام عمود؟ أدي واحد أدي اتنين. يبقى أنا كده ناتج المصفوفة اللي قدامي ده شكليا مظبوط، هيبقى الرق بقى على الإيه؟ على الجمع والطرح بتاعك. بعد كده الطلب التالت أو المطلوب التالت، عاوز المصفوفة ب ناقص المصفوفة د. أدي ب وأدي د. طيب نتأكد المصفوفة ب من كام صف؟ أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة. المصفوفة د من كام صف؟ أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة، تمام. نيجي نشوف بقى الأعمدة، أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة. طب أعمدة د كام عمود؟ أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة. لا كده تمام، كده تتوفر فيها الشروط، يبقى أقدر أعمل الطرح. فهقول له المصفوفة ب ناقص المصفوفة د بتساوي، يبقى أنا حاطة في دماغي إن المصفوفة الجديدة لازم تيجي بتتكون من ثلاث صفوف وثلاث أعمدة. هنمشي صف صف زي ما اتعودنا، أدي الصف الأولاني أهو وأدي الصف الأولاني أهو. أول رقم في الصف الأولاني سالب واحد، المقابل ليه هنا واحد، يبقى سالب واحد أنا بطرح، يبقى سالب واحد ناقص واحد. في الصف الأولاني تاني رقم تلاتة، يبقى تلاتة ناقص خمسة، تلاتة ناقص خمسة. تالت رقم تلاتة ناقص اتنين، يبقى تلاتة ناقص اتنين. كده أنا كونت أول صف. أنزل لتاني صف أهو، تاني صف أهو، والمقابل ليه برضه هيبقى تاني صف في المصفوفة التانية، صفر ناقص سالب واحد. طب ما ناقص في ناقص بإيه؟ بموجب، يبقى هتبقى موجب واحد. طيب سالب اتنين ناقص ناقص تلاتة، ما هو ناقص في ناقص بإيه؟ بموجب، تمام كده؟ سالب اتنين ناقص ناقص واحد، يبقى سالب اتنين ناقص ناقص واحد، ما حد كده هضرب ناقص في ناقص هتديني إيه؟ موجب. كده أنا كونت الصف الإيه؟ التاني. الصف التالت نفس الكلام، خمسة ناقص صفر، يبقى خمسة ناقص صفر. أربعة ناقص أربعة، يبقى أربعة ناقص أربعة. آخر رقم أربعة ناقص تلاتة، أربعة ناقص تلاتة. يبقى الفكرة في الجمع والطرح، أنا بمشي صف صف، الصف الأولاني في المصفوفة الأولى مع الصف الأولاني في المصفوفة التانية، الصف التاني في المصفوفة الأولى مع الصف التاني في المصفوفة التانية، الصف التالت في المصفوفة الأولى مع الصف التالت في المصفوفة التانية. بعد كده أبدأ أجمع الأرقام. سالب واحد ناقص واحد، سالب سالب واحد وسالب واحد يديني إيه؟ دي سالب اتنين، معلش دي سالب اتنين. تلاتة ناقص خمسة يديني سالب اتنين، تلاتة ناقص اتنين يديني واحد. نيجي للصف اللي بعده، صفر ناقص ناقص واحد، قلنا ناقص في ناقص بإيه؟ بموجب،
يبقى هيديني موجب واحد سالب اتنين ناقص ناقص تلاتة، ما هو ناقص في ناقص بإيه؟ بموجب، يعني كأنها سالب اتنين زائد تلاتة هتديني موجب واحد. سالب اتنين ناقص ناقص واحد، ما احنا قلنا ناقص في ناقص بموجب، يعني كأنها سالب اتنين زائد واحد هتديني سالب ايه؟ سالب واحد. الصف اللي بعده خمسة ناقص صفر بخمسة، أربعة ناقص أربعة بصفر، أربعة ناقص تلاتة بواحد. يبقى هي الفكرة هنا بس إن ناقص في ناقص بإيه؟ بموجب، هتروح قايل صفر ناقص في ناقص بموجب يبقى صفر زائد واحد تديني واحد. سالب اتنين ناقص في ناقص بموجب يبقى كأنها سالب اتنين زائد تلاتة يدينا إيه؟ موجب واحد. ناقص اتنين ناقص في ناقص برضو بموجب يبقى ناقص اتنين زائد واحد تديني إيه؟ سالب واحد. يبقى دي المصفوفة الجديدة. احنا عاملين حسابنا ان المصفوفة الجديدة المفروض ايه اللي يحصل فيها؟ ان عدد صفوفها هيكونوا ثلاثة وعدد اعمدتها هيكونوا ثلاثة. نتأكد مع بعض، ادي صف، ادي الثاني، ادي الثالث. طب والاعمدة؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. يبقى كده انا ماشية مظبوط. بعد كده نشوف اللي بعده. عاوز المصفوفة د ناقص المصفوفة ج. المصفوفة د ناقص المصفوفة ج. طب تعالوا نعد مع بعض عدد صفوف المصفوفة د. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. طب عدد صفوف المصفوفة ج، ادي واحد، ادي اتنين. ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان شرط الجمع او الصح ان عدد صفوف المصفوفة الاولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، وعدد اعمدة المصفوفة الاولى يساوي عدد اعمدة المصفوفة الثانية. اي شرط فيهم ما يتحققش يبقى ما ينفعش الطرح او الجمع. فهنا لما جينا نشوف د ناقص ج لقينا ان دي عدد صفوفها 3 وهنا عدد صفوفها 2، هنا برضو عدد اعمدتها 3 وهنا عدد اعمدتها 2. لو شرط منهم واحد بس ما اتحققش يبقى ما ينفعش الايه؟ الطرح او الجمع، يبقى هقول له لا يمكن اتمام عمليه الطرح. طب رقم 5 عاوز المصفوفه ج زائد المصفوفه ا. المصفوفه ج وادي المصفوفه ا. تعالوا نشوف مع بعض كده. ج عباره عن واحد صف والصف الثاني كده صفين، دي ألف ج دي صف ودي صف يبقى كده صفين برضه. طب أعمدة أدي واحد وأدي اتنين، وأدي واحد وأدي اتنين، يبقى كده إيه؟ صفين وصفين وعمودين وعمودين، يبقى كده ينفع عملية الإيه؟ الجمع. هروح جاية ج زائد ألف، ألف الأول ج يبقى رحت منزلة المصفوفة ج، زائد في النص المصفوفة ألف، رحت منزلة المصفوفة ألف. هنمشي صف صف. الصف الأولاني أدي أول رقم فيه واحد يبقى واحد زائد واحد، بس هنا ناقص واحد يبقى واحد ناقص واحد. تلاتة زائد خمسة يبقى تلاتة زائد خمسة. الصف اللي بعده واحد زائد ستة يبقى واحد زائد ستة. سبعة زائد أربعة يبقى سبعة زائد أربعة. هنا نيجي نجمع واحد زائد ناقص واحد، إحنا قلنا زائد في ناقص بإيه؟ بسالب، لكن سالب في سالب بموجب. يبقى سالب في سالب بموجب، لكن زائد في سالب بسالب. هنا هتبقى واحد ناقص واحد تديني صفر، تلاتة زائد خمسة تديني تمانية. نيجي للصف اللي بعده، واحد زائد ستة يديني سبعة، سبعة زائد أربعة يديني كام؟ يديني حداشر. كده يبقى المصفوفة دي متكونة من صفين وعمودين، تمام كده؟ نيجي نشوف السؤال اللي بعده. بيقول عاوز المصفوفة د ناقص ا ناقص ب. ماشي، احنا عارفين ان د بتتكون من كام صف؟ واحد اتنين تلاتة. وب من كام صف؟ واحد اتنين تلاتة. طب كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة. وده كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة. يبقى يتم عملية الطرح. نيجي نطرح، هو عاوز ايه من ايه؟ عاوز د ناقص ب، د ناقص ب. يبقى في الأول هحط المصفوفة إيه؟ د زي ما هو قايل، د يبقى أنزل المصفوفة د، بعدين أحط الإشارة اللي ما بينهم كإيه؟ ناقص، يبقى ناقص، ب يبقى أنزل المصفوفة ب. آخد صف صف وأبدأ أطرح الصف الأولاني، يبقى واحد ناقص ناقص واحد، أدي واحد ناقص ناقص واحد، خمسة ناقص تلاتة، خمسة ناقص تلاتة، اتنين ناقص تلاتة، تمام كده؟ اتنين ناقص تلاتة، كده أنا خلصت الصف الأولاني. أجي للصف الثاني، سالب واحد ناقص صفر، سالب تلاتة ناقص ناقص اتنين، سالب تلاتة ناقص ناقص اتنين، سالب واحد ناقص ناقص اتنين، سالب واحد ناقص ناقص اتنين.
نيجي للصف الثالث، صفر ناقص خمسة، صفر ناقص خمسة، أربعة ناقص أربعة، يبقى أحط هنا أربعة ناقص أربعة، آخر رقم ثلاثة ناقص أربعة، يبقى ثلاثة ناقص أربعة، يبقى ده شكل المصفوفة الجديدة. أجمع الأرقام مع بعضها أو أطرحها مع بعضها. هنا واحد ناقص ناقص، قلنا ناقص في ناقص بموجب، يبقى واحد زائد واحد يديني اتنين، خمسة ناقص ثلاثة يديني اتنين، اتنين ناقص ثلاثة يبقى سالب واحد، سالب واحد ناقص صفر يديني سالب واحد، سالب ثلاثة ناقص ناقص اتنين، قلنا مع بعض ناقص في ناقص بإيه؟ بموجب، يبقى سالب ثلاثة زائد اتنين تديني سالب واحد، ناقص واحد ناقص ناقص اتنين، ناقص في ناقص بإيه؟ بموجب، يبقى سالب واحد زائد اتنين تديني موجب واحد، صفر ناقص خمسة تديني سالب خمسة، أربعة ناقص أربعة يديني صفر، ثلاثة ناقص أربعة يديني سالب واحد، تمام كده؟ إداني المصفوفة الجديدة، لازم يكون عدد صفوفها بيساوي عدد الصفوف اللي هنا بيتكونوا من ثلاث صفوف، يبقى دي واحد اتنين تلاتة، وكان الصفوف المطروحة من الأعمدة المطروحة من بعض كانوا ثلاث أعمدة، يبقى المصفوفة الجديدة لازم تتكون من ثلاث أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة، تمام كده؟ يبقى ناخد بالنا، هو هنا طلب منا طرح د ناقص ب، وطلب منا طرح ب ناقص د. لما يطلب د ناقص ب يبقى احط المصفوفه د الاول وبعدين احط ناقص وبعدين احط ب، ب ناقص د يبقى احط ب الاول وبعدين احط ناقص واحط بعدين ايه د. الجمع مش هتفرق، لكن في الماينس في السالب لازم احط زي ما هو ما بيقول. يبقى انا اخدها قاعده، قال لي ا زائد ب احط ا وبعدين احط ب، قال لي ألف ناقص ب أحط ألف وبعدين أحط ناقص وأحط ب، قال لي ب ناقص ألف يبقى أحط ب الأول وبعدين ناقص وبعدين ألف، قال لي ب زائد ألف أحط ب الأول وبعدين زائد وبعدين ألف، زي ما هو ماشي في الترتيب همشي أنا كمان في الترتيب. نيجي نشوف بعد كده ضرب المصفوفات. ضرب المصفوفات عندي حاجتين من الضرب، إما ضرب المصفوفة في كمية ثابتة، يعني مثلا اقول لي عندك المصفوفه الف اضربيها في 2، يبقى هاخد رقم 2 دي رقم 2 ده واروح ضرباه في كل رقم من ارقام المصفوفه، تمام كده؟ ودي تبقى اسهل حالات الضرب. تاني حاجه ضرب مصفوفه في مصفوفه، قال لي عشان اضرب مصفوفه في مصفوفه لازم يكون عندي عدد اعمده المصفوفه الاولى يساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه، يبقى عشان تتم عمليه الضرب لازم يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، تمام كده؟ بعد كده بيتم ضرب كل صف من المصفوفة الأولى، بمشي كل صف من المصفوفة الأولى في كل عمود من المصفوفة الثانية، كل صف بضربه في كل عمود بحيث إن كل عنصر بضربه في العنصر المناظر ليه، تمام كده؟ يبقى أنا دلوقتي في الضرب أول حاجة لازم يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، تاني حاجة أنا بضرب كل صف المصفوفة الأولى في العمود الصف الأولاني مثلا للمصفوفة الأولى بضربه في العمود الأولاني للمصفوفة الثانية، بحيث إن كل عنصر في الصف الأولاني يقابله العنصر الأولاني برضه في العمود الأولاني، العنصر الثاني في الصف الأولاني بيضرب في العنصر الثاني في العمود الأولاني، تمام كده؟ وهنشوف دلوقتي. النتيجة اللي بتديني اللي بتطلع بتكون دي نتيجة الضرب، بيكون ليها نفس عدد أعمدة المصفوفة الثانية ونفس عدد صفوف المصفوفة الأولى، تمام كده؟ نفس عدد أعمدة المصفوفة الثانية ونفس عدد صفوف المصفوفة الأولى، عشان كده احنا بيقول عدد أعمدة المصفوفة الأولى بيساوي عدد صفوف المصفوفة الإيه؟ الثانية. طيب تعالوا نشوف الضرب. لو هو دلوقتي عاوز يضرب أربعة في المصفوفة اللي قدامي دي، زي ما قلت أربعة ده رقم ثابت، يعني مش في مصفوفة في مصفوفة، ده رقم ثابت، هروح واخدة الأربعة دي وأروح ضرباها في كل رقم من أرقام المصفوفة، همشي الأربعة أضربها في الصف الأولاني، أربعة في تلاتة بكام؟ بـ 12، أروح حطها هنا أدي أول رقم، أربعة في خمسة بكام؟ بـ 20، أهي ده يبقى كده الصف الأولاني، نيجي للصف الثاني، أربعة في 2 بكام؟ بـ 8. أربعة في واحد بكام؟ بأربعة، يبقى دي ناتج ضرب أربعة في المصفوفة ثلاثة واثنين وخمسة وواحد، تمام كده؟ نشوف مثال تاني،
لو انا عاوز اضرب ربع في المصفوفة 3 و2 و5 و1، نفس الكلام هاخد الربع ده واضربه في كل رقم من ارقام المصفوفة. ربع في 3 نمشي اول صف، ربع في 3 يديني 3 على 4، ربع في 5 يديني 5 على 4. نيجي للصف الثاني، ربع في 2 يديني 2 على 4، ربع في 1 يديني 1 على 4. تمام كده؟ ممكن في الاختيارات تلاقي الاثنين على 4 دي عبارة عن 1 على 2، يعني قربهم أو قسمهم، يعني الاثنين فيها الواحد على 4 فيها الاثنين. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض ازاي اضرب مصفوفة في مصفوفة. انا عندي المصفوفة ألف اهي 6 و3 و5 و2، والمصفوفة ب 2 و5 و3 و7. احنا شو قلنا الشرط الاساسي علشان الضرب ايه هو؟ ان يكون عدد اعمدة المصفوفة الاولى بيساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. طب تعالوا نشوف عدد اعمدة المصفوفة الاولى عندي هنا كام؟ هنا كام عمود؟ ادي 1 ادي 2، يبقى معنى كده لازما صفوف المصفوفة الثانية يكونوا كام؟ يكونوا صفين، ادي 1 ادي 2. كده تنفع عملية الضرب. ابدا اضرب. بضرب ازاي بقى؟ باخد الصف الاولاني في المصفوفة الاولانية، ادي الصف الاولاني هو اللي هو 6 و3، اضربه في العمود الاولاني اللي هو 2 و3. اخد الصف الاولاني اضربه في العمود الاولاني عشان يطلع لي اول رقم، يبقى صف في عمود بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي رقم 1. تمام كده؟ يبقى تعالوا كده مع بعض، ادي اول صف اهو 6 و3، هضربه في اول عمود اللي هو كام؟ 2 و3. يبقى 6 العنصر المقابل ليها 2، يبقى 6 في 2 زائد افتح قوس العنصر الثاني للصف الاولاني 3، العنصر الثاني للعمود الاولاني في 3، يبقى 3 في 3. كده اول رقم في المصفوفه الجديده. يبقى تاني باخد اول صف في المصفوفه الاولانيه، ادي اول صف اهو 6 و3، اشوف اول عمود مقابل ليها اللي هو 2 و3. تمام كده؟ اروح ضربهم في بعض، كل عنصر في العنصر المقابل ليه، 6 في 2 زائد افتح قوس 3 في 3 اهو. كده كوننا اول رقم. نيجي تاني الرقم التاني المقابل ليه في الصف الاولاني، انا بمشي يا جماعة في الضرب بمشي صف صف، في الجمع بمشي صف صف، في اي حاجة بمشي صف صف. تمام كده؟ فانا كده كونت الرقم الاولاني، لسه معايا نفس الصف الاولاني في العمود في المصفوفة الاولانية، اروح ضربه في العمود التاني عشان اطلع الرقم التاني في المصفوفة الجديدة. يبقى 6 في 5 اهو، 6 في 5 زائد رقم التاني 3 في 7، يبقى 3 في 7. كده انا كونت الصف الاولاني في المصفوفة الجديدة. نقوله تاني مع بعض، بعمل ايه؟ باخد الصف الاولاني في المصفوفة الاولانية، ادي الصف الاولاني اهو 6 في 3، اول حاجة بضربه في اول عمود يديني نتيجة. بعد كده باخد نفس الصف اضربه في العمود الثاني بتاع المصفوفة الثانية يديني النتيجة الثانية. فروحت عاملة واخدة الصف الاولاني اهو 6 و3 عشان اضربه في العمود الاولاني اللي هو 2 و3، فضربت كل رقم بالرقم المقابل ليه، يبقى 6 في 2 زائد 3 في 3، ادي اول رقم. نفس الصف لسه ما خلصتش منه اضربه في العمود الثاني، يعني كاني باخد كل صف من العمود من المصفوفه الاولانيه اضربه في المصفوفه الثانيه كلها بس عمود عمود، وارجع اخد الصف الثاني من المصفوفه الاولانيه اضربه في المصفوفه كلها بس عمود عمود برضه. فرحت واخده السته والثلاثه ضربهم في الخمسه والسبعه، يبقى 6 في 5 زائد 3 في 7. نيجي للصف الثاني لازم ناخده راخر اللي هو 5 و2، هضربه برضو في المصفوفة الثانية كلها بس بمشي بضربها ايه عمود عمود، فهضرب الخمسة والاثنين مضروبة في الاثنين والثلاثة، يبقى 5 في 2 زائد 2 في 3 زائد 2 في 3. اجي للعمود الثاني 5 في 5 زائد 2 في 7 زائد 2 في 7. تمام كده؟ اداني المصفوفة الجديدة العملية كلها عملية تجميع، 2 في 6 ب 12 زائد 3 في 3 ب 9 اهو. الرقم الثاني 5 ب 30 زائد 3 في 7 ب 21. بعد كده 2 في 5 ب 10 زائد 2 في 3 ب 6. نيجي للرقم اللي بعده
خمسة في خمسة بخمسة وعشرين زائد اتنين في سبعة بأربعتاشر. أبدأ أجمع الأرقام ديت، هتديني المصفوفة الجديدة عبارة عن 21 و51 16 و9 و30. تمام كده؟ نشوف مثال كمان. عاوز حاصل ضرب المصفوفة اللي قدامي دي. يبقى أول حاجة لازم أتأكد إن عدد أعمدة المصفوفة الأولانية، أدي 1 2 3، بيساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، أدي 1 2 3، يبقى تتم عملية الضرب. همشي آخد الصف الأولاني من المصفوفة الأولانية، أدي الصف الأولاني أهو 2 و5 و9، هضربه في المصفوفة كلها. يبقى أنا باخد من المصفوفة الأولانية إيه؟ باخد صف صف وأضربه في المصفوفة كلها، بحيث إني حاصل ضرب كل صف في كل عمود يديني رقم، حاصل ضرب الصف في العمود بيديني إيه؟ رقم. وأنا بمشي إزاي؟ باخد كل صف أضربه في المصفوفة كلها، يعني آخد الصف في المصفوفة الأولانية في المصفوفة الأولانية أضربه مرة في العمود الأولاني للمصفوفة الثانية، وبعدين بعد كده في العمود الثاني للمصفوفة، وبعدين بعد كده في العمود الثالث للمصفوفة الثالثة، بحيث ان كل عملية ضرب من العمليات دي بيديني ناتجة رقم واحد، ناتجها بيديني رقم واحد. فنيجي في الاول، ادي اول صف 2 و5 و9، هضربه في اول عمود اللي هو 15 و4 و13، يبقى 2 في 15 تمام يديني كام؟ 30. 5 في 4 بكام؟ ب 20. 9 في 13 يديني كام؟ 117. ادي اول رقم. ثاني رقم نفس الصف بس بضربه في العمود الايه؟ الثاني، يبقى 2 في 11 ب 22، 5 في 2 ب 10، 9 في 5 ب 45. النتيجه اللي بتطلع لي يا جماعه بحطها كصفوف مش كاعمده. بعد كده نفس الصف هكمل ضربه في بقيه المصفوفه، ايه اللي فاضل في المصفوفه؟ اخر عمود فيها، فهيبقى 2 في سالب 12 بسالب 24 زائد 5 في 8 يديني كام؟ 40. 9 في 9 ب 81. كده أنا كونت أول صف في المصفوفة الجديدة. نيجي تاني صف، باخد تاني صف في المصفوفة الأولانية وأضربه برضه في المصفوفة التانية كلها بس عمود عمود. أدي تاني صف أهو 6 وسالب 3 و7. نيجي نضربه في المصفوفة دي، بمشي عمود عمود. يبقى أول حاجة 6 وسالب 3 و7 مضروبين في 15 و4 و13، يبقى 6 في 15 ب 90 وسالب 3 في 2 بسالب 12 و7 في 5 و7 و7 7 في 5 ب 35 سوري 7 في 13 ب 91. 7 لسه في العمود الاولاني، 7 في 13 ب 91. نيجي للرقم اللي بعده، نفس الصف بضربه برضو في الباقي من المصفوفه، احنا خدنا اول عمود، يبقى دلوقتي هنبص لايه؟ لتاني عمود اللي هو ده، يبقى 6 في 11 بكام؟ ب 66 ناقص 3 في 2، 2 في 3 بكام؟ ب 6 بس هي بالسالب يبقى سالب 6. 7 في 5، 7 في 5 ب 35، يبقى موجب 35. اجي للرقم اللي بعده، باخد نفس الصف بضربه في اخر بقى عمود في المصفوفة، يبقى 6 في سالب 12، 6 في سالب 12 بسالب 72، سالب 3 في 8 بسالب 24، 7 في 9 بكام؟ ب 63. كده انا خلصت من الصف الثاني. تمام كده؟ نيجي للصف الثالث، نفس الكلام، هاخد الصف الثالث من المصفوفة الاولانية أضربه في المصفوفة التانية كلها بس بحيث إن أنا بضرب الصف في العمود يديني رقم، تاني الصف تاني في العمود التاني يديني تاني رقم، نفس الصف في العمود التالت يديني تالت رقم. فنشوف مع بعض، أدي الصف التالت أهو 1 و4 وسالب 8، هضربها في أول عمود 15 و4 و13، يبقى 1 في 15 بكام؟ ب 15 زائد 4 في 4 ب 16، يبقى زائد 16. سالب 8 في 13 بسالب 104، يبقى دي سالب 104، يبقى ده أول رقم. عشان أجيب تاني رقم باخد الصف نفس الصف اللي معايا بس بضربه، أنا بجيب إيه تاني رقم؟ يبقى أضربه في العمود التاني اللي هو 11 و2 و5، يبقى 1 في 11 ب 11 زائد 4 في 2 ب 8 ناقص 8 في 5 بسالب 40. بعد كده 1 في سالب 12 ب
بسالب 12، 4 في 8 بموجب 32، سالب 8 في 5 بسالب 72. كده قدرت أكون المصفوفة. العملية كلها إن أنا هجمع الأرقام دي مع بعض، أو الرقم 30 زائد 20 زائد 117 إداني 167، 22 زائد 10 زائد 45 يديني 77، سالب 24 زائد 40 زائد 81 يديني 97، وهكذا. يبقى ده ناتج المصفوفة ضرب مصفوفة أ في المصفوفة ب. نشوف مثال كمان. لو أنا دلوقتي عندي المصفوفة ديت، أتأكد إن عدد أعمدتها، أعمدة المصفوفة الأولى أدي 1 أدي 2 بيساوي عدد صفوف المصفوفة التانية أدي 1 أدي 2، يبقى عملية الضرب هتتم. نشوف مع بعض. أدي أهي، هاخد الصف الأولاني أضربه في المصفوفة كلها بس عمود عمود، بحيث إني حاصل ضرب كل صف في كل عمود بيديني رقم. يبقى أدي 2 و 3 هضربها في أول عمود، 3 و 1، 2 في 3 زائد 3 في 1. الرقم اللي بعده 2 و3 هضربهم في 4 و2، يبقى 2 في 4 و3 في 2. العمود اللي بعده 2 و3 هضربهم في 6 و5، يبقى 2 في 6 و3 في 5. كده انا كونت اول صف. نيجي عشان اكون تاني صف، فباخد تاني صف في المصفوفة الاولانية اضربه في المصفوفة التانية كلها بس عمود عمود، بحيث اني حاصل ضرب كل صف في كل عمود بيديني رقم. 5 و4 هضربهم في 3 و1، يبقى 5 في 3 و4 في 1، طبعا الإشارة ما بينهم زائد. 5 و4 هضربهم في 4 و2، يبقى 5 في 4 زائد 4 في 2. 5 و4 هضربهم في 6 و5، يبقى 5 في 6 زائد 4 في 5، اداني الصف الثاني. كده اقدر اجيب حاصل الضرب المصفوفة أ في المصفوفة ب، أو حصل ضرب المصفوفتين اللي قدامي، هتديني النتيجة. كل العملية إن أنا هجمع إيه الأرقام، وهتبقى نتيجة المصفوفة 9 و19 و4 و28 و7 و20 و50. تمام كده؟ نفس الكلام لو حبيت أضرب المصفوفتين دول، في تمارين كتير على الضرب عشان حضرتك تتمرن. أول حاجة بتأكد إن عدد الأعمدة، عدد أعمدة المصفوفة الأولى أدي 1 أدي 2 أدي 3 بيساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية أدي 1 أدي 2 أدي 3، يبقى يتم الجمع. بعد كده باخد الصف الأولاني من المصفوفة الأولى بضربه في المصفوفة الثانية كلها، بحيث إن أضرب كل صف في كل، بحيث إن أنا أضرب الصف الأولاني في العمود الأولاني، وبعدين أرجع أضرب الصف الأولاني في العمود الثاني، وأرجع أضرب الصف الأولاني في العمود الثالث. فنشوف مع بعض. ادي الصف الاولاني اهو 3 و2 و5، اضربهم في العمود الاولاني اللي هو 4 و7 وايه و4، يبقى 3 في 4 زائد 2 في 7 زائد 5 في 4، ادي اول رقم عندي. كل ده مجموعهم هيديني رقم 1. بعد كده نفس الصف اضربه في العمود الثاني، يبقى 3 في 2 زائد 2 في 3 زائد 5 في 2. تمام كده، ادي الرقم الثاني. بعد كده 3 في 6 زائد 2 في 1 زائد 5 في 5. تمام كده، نفس الكلام هيتم على الصف الثاني. هاخد الصف واضرب الصف الثاني ده في كل عمود، يعني هاخد 7 و3 و1 اضربهم في 4 و7 و4 اهو، هيديني اول رقم. بعد كده اخد 7 و3 و1 اضربهم في 2 و3 و2، هيديني تاني رقم. بعد كده هياخد 7 و3 و1 اضربهم في 6 و1 و5، يعني 7 في 6 زائد 3 في 1 زائد 1 في 5، يديني تالت رقم. اجمع الارقام دي مع بعض هتديني المصفوفة الجديدة. كده ضرب المصفوفات. نيجي نتنقل بعد كده. هنا في المسألة دي بيقول لي عاوز المصفوفة ألف ناقص 4 ب. طيب هو لو قال لي المصفوفة ألف ناقص ب، فهروح واخدة ألف هطرح منها ب على طول، يبقى ألف ناقص ب. تمام كده، لكن هو بيقول لي ألف ناقص 4 ب، يبقى لازم أنا الأول أجيب 4 ب دي. فعشان أجيب 4 ب يعني 4 مضروبة في ب، فأدخل 4 دي أضربها في المصفوفة كلها. طيب الأربعة دي هتدخل على المصفوفة، يبقى 4 في سالب 1 بسالب 4. تمام كده،
وأربعة في صفر بصفر، وأربعة في تلاتة باتناشر، وأربعة في أربعة بستاشر. أدي المصفوفة الجديدة أهي، دخلت الأربعة، أربعة في سالب واحد بسالب أربعة، أربعة في صفر بصفر، أربعة في تلاتة باتناشر، أربعة في أربعة بستاشر. دي بقى ناتج ضرب إيه؟ دي كده المصفوفة الجديدة دي، دي اللي هي أربعة ب. هو عاوز إيه؟ أ ناقص أربعة ب، يبقى أدي المصفوفة أ ناقص الأربعة ب، أدي المصفوفة الأربعة ب. محدش يروح ضارب في سالب أربعة يدخل على المصفوفة ب سالب أربعة وبعدين يرجع يطرح، لأ. أنا الناقص دي هحط إيدي عليها كده أهو، أنا اللي أنا عاوزاه إيه؟ عاوزة المصفوفة أربعة ب، عاوزة مصفوفة أربعة ب، يبقى هروح جايبة ضربة المصفوفة ب في أربعة. بعد كده بقت عملية طرح عادية، فبروح طرح كل عنصر من العنصر المقابل ليه، يبقى تلاتة ناقص ناقص يبقى موجب، يبقى تلاتة زائد أربعة يديني سبعة، اتنين ناقص صفر يديني اتنين، بعد كده الصف التاني سالب واحد ناقص اتناشر يديني سالب تلاتاشر، خمسة ناقص في ناقص بموجب يبقى خمسة موجب ستاشر يديني واحد وعشرين. تعالوا نشوف مع بعض، ده مثال تاني عن الضرب. تعالوا نشوف بقى مع بعض مقلوب المصفوفة، دي كلها أمثلة على الضرب. مقلوب المصفوفة أو قسمة المصفوفة، إحنا المفروض عندنا طريقتين لمقلوب المصفوفة، بس المقرر علينا هي طريقة المرافقات بس، المقرر علينا هي طريقة المرافقات. بمشي بطريقة المرافقات ديت بكذا خطوة. أول خطوة بقلب المصفوفة لمحدد، أول خطوة بعمل إيه؟ بقلب المصفوفة لمحدد وأجيب ناتج المحدد، أشوف نتيجة المحدد دلتا دي بتساوي كام؟ يبقى أول خطوة بحول المصفوفة لمحدد وأجيب دلتا، تمام كده؟ الخطوة الثانية إيجاد المصفوفة المبدلة، عشان أجيب المصفوفة المبدلة دي أنا بمشي ثلاث خطوات. أول خطوة بحط إشارات أول خطوة بجيب اللي هي مرافقات العناصر. طب بجيب مرافقات العناصر ازاي؟ بشيل عشان لكل عنصر عشان اجيب المرافق بتاعه بشيل الصف بتاعه والعمود واشوف اللي فاضل، لو فاضل رقم يبقى ده المرافق بتاعه، لو فاضل محدد يبقى قيمه المحدد هو ده المرافق بتاعه. بعد كده بحط اشارات للعناصر، بعد ما جبت مرافقات العناصر بقت اتحولت عندي المصفوفه، بحط لها اشارات اللي هي موجب سالب موجب، اللي هي الإشارات اللي احنا خدناها في المحددات. بعد كده بجيب مقلوب المصفوفة، بجيب قصدي المصفوفة المبدلة. المصفوفة المبدلة ازاي؟ بخلي العمود صف والصف عمود. يبقى أنا دلوقتي عشان أجيب مقلوب المصفوفة أول حاجة بقلب المصفوفة لمحدد وأجيب قيمة المحدد، تاني حاجة بعد كده بجيب مرافقات المصفوفة بحيث إن أنا أشيل لكل عنصر أشيل الصف والعمود بتاعه واخد الرقم اللي فاضل، لو رقم يبقى ده المرافق بتاعه، لو اللي فاضل على شكل محدد بجيب قيمة المحدد ده ويبقى ده المرافق بتاعه. بعد كده المصفوفة اللي بتطلع بديها إشارات، بديها الإشارات بتاعتها اللي هي موجب وسالب. بعد كده بروح جايبة المصفوفة المبدلة، هي عبارة عن مقلوب، بخلي الأعمدة صفوف والصفوف أعمدة. بعد كده آخر خطوة بجيب مقلوب المصفوفة عبارة عن واحد على الدلتا، دلتا ديت اللي هي ناتج المحدد اللي أنا حسبتها في الأول مضروبة في المصفوفة المبدلة اللي هي آخر خطوة أنا جبتها. تعالوا نشوف تمرين مع بعض. أدي مصفوفة أهي، عاوز يجيب مقلوب المصفوفة اللي قدامي دي، فهي المصفوفة 3 و5 و4 و8. أول خطوة قلنا إيه؟ أقلب المصفوفة لمحدد وأجيب قيمتها، فديني قلبت المصفوفة. عشان أقلب المصفوفة المحدد بعمل إيه؟ بدل أقواس وحدات كده، خطوط كده بس كده. طيب قيمة المحدد ده محدد من الدرجة الكام؟ محدد من الدرجة الثانية. طب قيمة دلتا فيه عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب القطر الفرعي. طب القطر الرئيسي عبارة عن كام؟ 3 في 8 ب 24 ناقص القطر الفرعي كام؟ 4 في 5 ب 20، يبقى 24 ناقص 20 يديني 4. يبقى دي أول خطوة إيجاد المحدد، وديت احنا واخدينها في المحددات. بعد كده هجيب مرافقات العناصر، تمام كده؟ طيب ادي المصفوفة قدامي اهي، تمام؟ المصفوفة كانت عبارة عن ايه؟ 3 و5 و4 و8. ممكن اديها اشارات الاول وبعدين اجيب مرافقات العناصر، دي ادام هي مصفوفة ادام هي محدد من الدرجة الثانية فمش هتفرق، تمام كده؟ فروحت مديها اشارات اللي هي بقت موجب
ثواني، لا مش هديها الإشارات، هنجيب المرافقات الأول. طيب عشان أجيب مرافقات المصفوفة، أدي المصفوفة قدامي أهي 3 و5 و4 و8، تمام؟ عشان أجيب أول عنصر اللي هو الثلاثة، أول عنصر اللي هو ثلاثة، عاوز أجيب المرافق بتاعه، هشيل الصف بتاعه اللي هو ده، وأشيل العمود اللي فاضل 8، أروح حاطة 8، يبقى أنا عندي أول عنصر في المصفوفة الجديدة 8، تمام كده؟ طيب تعالوا في العنصر الثاني اللي هو 5، عشان أجيب المرافق بتاعه أديني شلت الصف بتاعه ده والعمود ده، اللي فاضل الأربعة، أروح نازلة وحاطة الأربعة، تمام كده؟ يبقى ده أول حاجة. بعد كده العمود التاني، سوري الصف التاني، الأربعة، أشيل الصف وأشيل العمود، يتفضل الأربعة أشيل الصف وأشيل الصف وأشيل العمود، يتفضل لي 5، يبقى أنزل الخمسة، 5. بعد كده التمانية، أشيل الصف وأشيل العمود، يتفضل لي كام؟ يتفضل لي 3. طيب الإشارات اللي أنت حطاها ديت الإشارات بتاعة الأرقام دي، ما هي الأرقام ديت لو إحنا جينا عديناها إشارات اللي هي موجب وسالب، سالب وموجب، تمام كده؟ فأنا بحط إشارات الأول للمحدد للمصفوفة بتاعتي، وبعدين بعد كده بجيب لها إيه؟ المرافقات، فتديني أدي المرافقات بتاعتها بالإشارات. بعد كده ادي المصفوفة المبدلة. بعد كده بجيب الصف عمود، والعمود صف، بجيب الصف عمود، ادي اول صف عندي اهو اللي هو موجب 8 وسالب 4، هخليه اول عمود، يبقى ادي عندي اول عمود 8 وسالب 4، الصف الثاني سالب 5 وموجب 3، هخليه ثاني عمود، يبقى سالب 5 وموجب 3. يبقى التبديل عبارة عن أجيب أول صف أحطه إيه؟ أحطه عندي أول عمود، تاني صف أحطه عندي تاني عمود. طيب أنت جبت المرافقات، أديني جبت المرافقات، بعد كده بديها الإشارات، الإشارات عبارة عن إيه؟ موجب وسالب، سالب وموجب. يبقى أنا عندي دلوقتي أول حاجة بجيب المحدد، بعد كده بجيب المرافقات، بعد كده أدي للمرافقات دي الإشارات، بمشي الإشارات زي موجب سالب، سالب موجب، تمام كده؟ بعد كده بخلي الصف أول صف يبقى أول عمود، تاني صف يبقى تاني عمود. آخر خطوة بقى مقلوب المصفوفة، باخد مصفوفة المرافقات ديت وأروح ضرباها في واحد على الدلتا. طب إحنا جبنا الدلتا بكام؟ بأربعة، يبقى عبارة عن واحد على أربعة في المصفوفة المبدلة اللي هي ديت، أروح ده عبارة عن ضرب رقم ثابت في مصفوفة، يبقى واحد على أربعة في تمانية بتمانية على أربعة، واحد على أربعة في سالب خمسة بسالب خمسة على أربعة، واحد على أربعة في سالب أربعة يبقى سالب أربعة على أربعة، واحد على أربعة في تلاتة بتلاتة على أربعة، وسالب أربعة على أربعة دي ممكن يكون في الاختيارات محطوط مكانها سالب واحد. نشوف كمان مثال كمان، مصفوفة أهيت عاوز يجيب مقلوبها، فبقلب المصفوفة أول حاجة بقلب المصفوفة لمحدد، فعملية إن أنا أقلبها لمحدد بحول الصفوف لخطوط. بعد كده بجيب دلتا للمحدد ده، طب المحدد ده من الدرجة التالتة، عشان أجيب قيمة المحدد بروح منزلة أول عمودين، أدي أول عمودين، بعد كده بيبقى عبارة عن حاصل ضرب الأقطار الرئيسية ناقص حاصل ضرب الأقطار الفرعية، فيبقى عبارة عن 1 في 5 في 10 زائد 2 في 6 في 7 زائد 3 في 4 في 8 هيديني 230، كل ده ناقص حاصل ضرب الأقطار الفرعية اللي هي إيه؟ 7 في 5 في 3 ناقص زائد معلش 8 في 6 في 1 زائد 10 في 4 في 2، مجموع كل دول هيديني 233. الأقطار الرئيسية ناقص الأقطار الفرعية ادتني سالب 3. طبعا إيجاد قيمة المحدد احنا واخدين عليه حصة كاملة أو سيكشن كامل. بعد كده أجيب مرافقات، إيجاد مصفوفة المرافقات، عشان أجيب مصفوفة المرافقات قلت إيه؟ بمشي رقم رقم، همشي رقم رقم، أدي أول رقم هو اللي هو الواحد، عاوز أجيب المرافق بتاعه، أديني شلت الصف وشلت العمود، إيه اللي فاضل عندي؟ فاضل رقم؟ لأ ده فاضل لي محدد اللي هو 5 و6 و8 و10، رحت منزلة مكانه إيه المحدد أهو؟ 5 و6 و8 و10،
نمشي تاني رقم اللي هو الاتنين. الاتنين اهي، اشيل الصف بتاعها ده كله واشيل العمود بتاعها ده كله، اللي فضل 4 و7 و6 و10، يبقى اتكون لي مع حدد جديد 4 و7 و6 و10. تاني رقم اللي هو التلاتة، انا بمشي صف صف باخد رقم رقم، اشيل الصف بتاعه واشيل العمود بتاعه، ادي رقم تلاتة، اشيل الصف واشيل العمود، اللي فاضل 4 و7 و5 و8. كده انا كونت اول صف. تاني صف بنفس الطريقة، الاربعة اشيل الصف بتاعها واشيل العمود بتاعها، اللي هيفضل 2 و8 و3 و10، اهو 2 و8 و3 و10. بعد كده 5 هشيل الصف واشيل العمود، اللي هيفضل 1 و7 و3 و10، يبقى احط مكانها مكان الخمسة 1 و7 و3 و10. الرقم اللي بعده اللي هو الستة، ادي الستة اهي، هشيل الصف واشيل العمود، اللي هيفضل 1 و2 و7 و8. ادي اللي فاضل مكانها 1 و2 و7 و8. نيجي لاخر صف، انا بمشي صف صف يا جماعة، اجي عند كل رقم فيه اشيل الصف بتاعه واشيل العمود واشوف ايه اللي فاضل، لو فاضل رقم خلاص هحطه، لو فاضل شكل محدد بحط المحدد وبعد كده بجيب رقم. هنا هيتفضل لي 2 و5 و3 و6، اروح حطهم على شكل المحدد في مكانه، اهو مكان السبعة 2 و5 و3 و6. نفس الكلام بقى، همشي نفس الطريقة. هنا التمانية هشيل الصف واشيل العمود، اللي هيفضل 1 و4 و3 و6. بعد كده العشرة هشيل الصف واشيل العمود، اللي هيفضل 1 و4 و2 و5. دي اسمها مصفوفة المرافقات. هتفضل بالشكل ده؟ لا طبعا، كل محدد من دول انا هجيب قيمته. طب المحدد اجيب قيمته ازاي؟ عبارة عن حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب القطر الفرعي. فهنا نبص اهو، 5 × 10 بـ50 ناقص 8 × 4 بـ48 هتديني كام؟ موجب 2. يبقى دي العنصر الاساسي عندي موجب 2. الرقم اللي بعده اجيب قيمة المحدد ده، 4 × 10 بـ40 ناقص 7 × 6 بـ42، نتيجتهم مع بعض كام؟ هتديني سالب 2. بعد كده 4 × 8 بـ32 و7 × 5 بـ35 هتديني كام؟ سالب 3. ناخد بالنا اللي ما بين الأقواس دي نتيجة المحدد، أما الموجب والسالب اللي بره دي الإشارات اللي بعد كده نديتها للمحدد. تمام كده يا شباب؟ المحدد اللي بعده 2 × 10 بـ20 ناقص 8 × 3 بـ24 هيديني سالب 4. امشي هكذا لحد ما اجيب ايه؟ نتيجة كل محدد اجيب نتيجتها برقم. طب انا جبت الارقام، بعد كده بعمل ايه؟ بدي اشارات. الاشارات ماشيين ازاي؟ موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. لازم نحفظ الاشارات دي، ومن غير ما احفظها لازم ما ينفعش موجب يبقى جنبه موجب او تحت موجب. فانا ماشي ادي موجب سالب موجب، هنا فوق موجب يبقى لازم يكون اللي تحته سالب، هنا فوق سالب يبقى لازم يكون اللي تحته موجب، هنا فوق موجب يبقى لازم يكون اللي تحته سالب. طبعا انا ماليش دعوه بالاشارات نتيجه المحدد، بعد كده بضرب الاشاره في الاشاره وزي ما تطلع بحطها. تعالوا بقى نكون المحدد. هنا موجب في موجب بموجب، يبقى موجب 2، يبقى اول رقم عندي موجب 2 اهو، موجب 2. بعد كده موجب سالب في سالب هيديني موجب، يبقى موجب 2. موجب في سالب هيديني سالب، يبقى سالب 3. سالب في سالب هيديني موجب، يبقى موجب 4. موجب في سالب هتديني سالب، يبقى سالب 11. سالب في سالب هيديني موجب، يبقى موجب 6. موجب في سالب هيديني سالب، يبقى سالب 3. سالب في سالب هيديني سالب، هيديني موجب، يبقى موجب 6. موجب في سالب هيديني سالب، يبقى سالب 3. واروح حطاها في شكل مصفوفة المرافقات. بعد كده المصفوفة المرافقات المبدلة، باخد أول صف أروح حاطة شكل مصفوفة وأروح جاي، أدي أول صف أهو 2 و2 وسالب 3، أروح حطهم أول عمود 2 و2 وسالب 3. أجي تاني صف 4 وسالب 11 و6، حطهم تاني عمود 4 وسالب 11 و6. بعد كده سالب 3 و سوري سالب 3 و6 وسالب 3، حطهم تالت عمود سالب 3 و6 وسالب 3. عشان اجيب مقلوب بقى المصفوفة، هاخد المصفوفة المرافقات المبدلة دي واضربها في الدلتا. طب الدلتا كانت طلعت لي كام؟ سالب 3، بضربها في مقلوب الدلتا اللي هو 1 على سالب 3، يبقى 1 على سالب 3 في المصفوفة ده
ضرب مصفوفة في رقم، فبدخل الرقم ده أضربه في كل عنصر من عناصر المصفوفة، فيبقى 1 على سالب 3 في 2 هتديني 2 على سالب 3، 1 على سالب 3 في 4 هيديني 4 على سالب 3، 1 على سالب 3 في سالب 3 هتديني سالب 3 على سالب 3، وهمشي هكذا. كده ده مقلوب المصفوفة. تعالوا نشوف بقى مع بعض ازاي دي كلها امثلة نقدر نتدرب عليها. تعالوا نشوف مع بعض حل المعادلات باستخدام المصفوفات. المعادلات لإما معادلة من الدرجة الثانية يعني مجهولين، لإما معادلة من الدرجة الثالثة ودي 3 مجاهيل. حل المعادلات باستخدام المصفوفات مفيش فيها أي جديد، الفكرة كلها إن أنا بجيب مقلوب المصفوفة، وإحنا اتدربنا على مقلوب المصفوفة. فبروح جاية أنا لو عندي معادلة من الدرجة الثانية يعني فيها مجهولين س وص، يبقى دي الس ودي الصاد، بجيب مقلوب المصفوفة. أنهي مصفوفة؟ مصفوفة المرافقات اللي هي الأرقام اللي جنب الس والصاد. بعد كده بروح ضرباها في مصفوفة الحدود المطلقة. يبقى أنا دلوقتي لو كان عندي مصفوفة من لو كان عندي معادلتين يبقى أنا عندي س وص، يبقى هكون مصفوفة متكونة من صفين وعمودين. الصفين والعمودين دول أرقامهم بتيجي منين؟ من الأرقام اللي موجودة جنب الس والص، بجيب مقلوبها. بعد كده بضربها في إيه؟ في مصفوفة الحدود المطلقة. طب لو عندي 3 معادلات اللي هو س وص وعين، يبقى بكون أول حاجة بجيب مقلوب المصفوفة الأرقام اللي موجودة جنب الس والص والعين، تمام؟ بجيب مقلوبها. بعد كده بضربها في ايه؟ في الحدود المطلقة. بعد كده هيديني مصفوفة متكونة من 3 أرقام. أول حاجة س، يبقى س بتساوي الرقم اللي قصادها، ص هتبقى بتساوي الرقم اللي قصادها، عين هتبقى بتساوي الرقم اللي قصادها. تعالوا نشوف مثال مع بعض. عندي هنا 3 س زائد 2 ص بيساوي 7، و4 س زائد 3 ص بيساوي 10. عشان أجيب س وص، فأول حاجة بقول إن س وص بتساوي حاصل ضرب مقلوب المصفوفة اللي هي بتتكون من عناصر الس والص. طب هحط عناصر الس والص إزاي؟ أدي 3، عناصر الس 3 و4، يبقى أول عمود عندي 3 و4. طب الص عناصرها كام؟ 2 و3، يبقى 2 و3. أس سالب 1، أس سالب 1 دي معناها مقلوب المصفوفة، هروح ضربها في الحدود المطلقة. فين الحدود المطلقة بتاعتي اللي هي 7 و10؟ بعد كده بقت العمليات الحسابية اللي قدامي دي أنا عملتها قبل كده، عرفنا إزاي نجيب مقلوب المصفوفة، عرفنا إزاي نضرب مصفوفة في مصفوفة. فتعالوا نشوف مع بعض تاني مقلوب المصفوفة بنجيبه إزاي. أول حاجة هجيب المحدد، فهقلب المصفوفة لمحدد، هروح قايلة يبقى المصفوفة اللي هي قدامي ديت اللي هي 3 و2 و4 و3 هقلبها لمحدد، هقول دلتا بتساوي 3 و4 و2 و3، دي محدد من الدرجة الثانية، يبقى نتيجته عبارة عن حاصل ضرب القطر الرئيسي 3 في 3 ناقص حاصل ضرب القطر الفرعي 4 في 2 هتديني النتيجة 1. بعد كده هروح جايبة مصفوفة المرافقات، هروح حاطة ايدي على العنصر الاولاني اللي هو 3، اشيل الصف والعمود هيتفضل لي 3 اروح حطاه، اجي عند الرقم الثاني اللي هو 2 اشيل الصف واشيل العمود هيتفضل لي 4 اروح حطاه، هاجي عند الاربعة اشيل الصف واشيل العمود هيتفضل لي 2 اروح حطاها، بعد كده هاجي عند الثلاثة اشيل الصف واشيل العمود هيتفضل لي 3 اروح حطاها. بعد كده ابدا ادي الاشارات موجب سالب سالب موجب. الخطوات دي انا بقولها بسرعه ليه؟ لان احنا حلينا على مقلوب المصفوفه كتير، تمام كده. تاني خطوة بروح قلب الصف لعمود، ادي اول صف 3 وسالب 4 بقت 3 وسالب 4، تاني صف سالب 2 و3 حطيناهم تاني عمود سالب 2 و3. بعد كده جبنا مقلوب المصفوفة المبدلة بروح بضربها في الدلتا. طب انا عندي اساسا الدلتا طلعت لي بكام؟ بواحد، يبقى المصفوفة عبارة عن 1 على الدلتا في المصفوفة المبدلة، يبقى 1 على 1 في المصفوفة، 1 في اي حاجة بنفس الحاجة هتديني نفس المصفوفة اللي هي 3 وسالب 2 وسالب 4 و3. خلصت؟ لا، ده انا عاوزة اصلا س وص، هقول له س وص عبارة عن مقلوب المصفوفة اللي انا جبته اللي هو 3 وسالب 4 وسالب 2 و3 مضروبة في الحدود المطلقة. فين الحدود المطلقة؟ 7 و10، يبقى في 7 و10 هتساوي، هاجي اخد اول صف اللي هو عندي 3 وسالب 2 اضربها في 7 و10، يبقى 3 في 7
ناقص زائد سالب 2 في 10، يبقى 3 في 7 ب 15 ناقص 2 في 10 ب 20 هتديني 1. 3 في سوري 3 في 7 ب 21 ناقص 2 في 10 ب 20 يبقى يديني 1. سالب 2 بعد كده هاخد الصف الثاني اللي هو سالب 4 في 3 اضربه في 7 و10، يبقى سالب 4 في 7 زائد 3 في 10 هتديني 2. يبقى انا ادتني مصفوفه جديده اهي. طب انا عاوزه س وص، هقول له س العنصر المقابل ليها 1 وص العنصر المقابل ليها 2، يبقى س بتساوي 1 وص هتساوي 2. يبقى انا عندي دلوقتي في حل المعادلات عن طريق المصفوفات انا بعمل ايه؟ بروح مكونه مصفوفه اللي هي عباره عن مرافقات العناصر. والله لو عندي هنا معادله كمان عشان عين، فبروح جايه قايله س اخد عناصر س واروح حطاها، واخد عناصر ص واروح حطاها، كل عنصر عناصر س في العمود الاولاني، عناصر ص في العمود الثاني، عناصر عين في العمود الثالث. بعد كده بجيب مقلوب المصفوفه دي، جبت مقلوبها اروح جايه ضربها في الحدود المطلقه. ايه هي في مصفوفه الحدود المطلقه؟ ايه هي مصفوفه الحدود المطلقه؟ اللي هي العناصر اللي موجوده بعد يساوي، اللي هي 7 و10، لو في معادله كمان عشان خاطر عين هيبقى الرقم الثاني. بعد كده النتيجه هتديني شكل مصفوفه، هيبقى س عباره عن العنصر الاولاني اللي هو 1، ص عباره عن العنصر الثاني اللي هو 2، عين هتبقى عباره عن العنصر الثالث الرقم اللي هيبقى موجود هنا. يعني بمعنى ثاني ان س عباره عن حاصل ضرب الصف الاولاني في مصفوفه المرافقات، عين عباره عن حاصل ضرب الصف الثاني في مصفوفه المرافقات، دي ص، عين هتبقى عباره عن حاصل ضرب الصف الثالث في مصفوفه المرافقات. طبعا معادلة من الدرجة الثانية أنا شرحت إزاي نحلها وهتبقى ماشية بنفس الطريقة، خدنا أمثلة كتير على المقلوب وخدنا أمثلة كتير على الضرب. إن شاء الله يكون الموضوع سهل عليكم، وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.